هل في تغذية خصوصي لمرض الألزهايمر؟ موضوعنا اليوم مع نتالي ياري. صباح الخير نتالي. صباح الخير ستيفاني. موضوع بهم كتار من العالم صح. لأنه هذا المرض صار شائع وما عم نلاقي له حلول، و يلي عنده مرض الألزهايمر ما بحس، ولكن يلي حواليه بيتعذبوا لأنه بيشوفوه هيك وما عم فينا نعمل شيء يعني. صح، أكيد مرض الألزهايمر هو من كم سنة كان بس كانوا الأطباء يشوفوه عند الأشخاص المسنين، ولكن في كتير أشاير هالمرض هيدا بتبلش قبل. وأكيد العلاج الشخص اللي مصاب بالألزهايمر هو في علاج أكيد، وفي نظام غذائي لازم يتبع. يعني شخص مصاب بالألزهايمر هو شخص يمكن بيأكل قليل، عنده سوء تغذية لأنه يمكن بيفكر حاله أنه أكل، أو بالعكس بينسى أنه أكل. في أشخاص يمكن بيصير عندهم زيادة وزن من وراء مشكلة الألزهايمر، مشان هيك المتابعة مهمة عند الأشخاص اللي المتابعة الغذائية أكيد عند الأشخاص اللي عندهم ألزهايمر، كرمال المشكلة هاي ما تأثر سلبا على غير إشياء بصحتهم. هلا اليوم موضوعنا هو أكتر مش بس لكيف نعالج الألزهايمر، لأنه في كتير بعد دراسات ناقصتنا تنقول إنه هيدا حتميا ممكن أنه يساعد أو ممكن أنه يؤخر شيخوخة هالخلية، خلية الدماغ أو الذاكرة. ولكن اللي اليوم أنا بدي ركز عليه هو كيف فينا من خلال نظام غذائي متوازن صحيح سليم، وشو هي الدراسات اللي توصل للعلم تنشوف كيف فينا قدر المستطاع إذا نحن معرضين كيف فينا نأخر هالمشكلة هاي، وأكيد شو هن العناصر الغذائية اللي هلأ الدراسات عم بتركز عليها. منبلش أول شيء وأهم نقطة هي مشكلة الكوليسترول، مشكلة ارتفاع الكوليسترول، مشكلة زيادة الوزن وعلاقتها بمرض الألزهايمر. الدراسات فرجت أنه في علاقة بين نوع معين من الهايبرلايبيديميا. هلأ ما رح نفوت بتفاصيلها لأنه يمكن هيدا منه من إطار هالحلقة هاي، ولكن في نوع معين من الارتفاع الدهون بالدم اللي لقوا أنه الأشخاص اللي عندهم هالاستعداد الجيني لهالمشكلة هاي كمان عندهم استعداد أنه لاحقا يصير عندهم مشكلة ألزهايمر. مشان هيك مهم أنه وقت اللي نحسن من هالنسبة الكوليسترول ممكن، عم بقول ممكن، انه كمان نأخر مشكلة او ظهور هالمرض هيدا. هلا نقطة أساسية كمان، الدراسات فرجت انه الأشخاص اللي ما كان عندهم نسبة معدل السكري ثابت معرضين أكثر من غيرهم أنه يكون عندهم مرض الألزهايمر. هلأ ما عم نقول أنه السكري كل الأشخاص اللي عندهم سكري رح يعملوا ألزهايمر، ولكن عم نحكي عن دراسات مثل ما قلت بالأول، بعد في كتير يعني بدنا بعد كتير دراسات، ولكن أنا عم بعطي شو توصل له العلم. دونك مهم كتير بما أنه هدول إشياء لقينا انه في علاقه، ليه ما منجرب قدر المستطاع انه نضلنا محافظين على معدل سكري سليم، ننتبه على نظامنا الغذائي، لانه نظام الغذائي للسكري منه بس انا وقفت سكر ومش الحال، في الوزن له دور كثير مهم، في اكيد نسبه الدهون بالدم، يعني كل شخص بيقدر يحسن الدهون بالدم من خلال تغذيه سليمه وعلى المدى الطويل مش بس لفتره معينه، ممكن انه يحسن من نسبه او معدل السكري ومخزون السكري، هو شخص بخفف الريسك انه اذا عنده معدل أكثر من غيره لا هالمشكلة هاي أنه بالعكس تتأخر أكثر ويمكن تصير أخف. هلأ إذا بدي أدخل على شو هني العناصر الغذائية اللي ممكن، والدراسات فرجت أنه بتحسن من نوعية المساجات اللي بتقطع الدماغ، وهو هيدي مشكلة الألزهايمر، في أسيتيل كولين، في كتير إشياء نيورو ترانسميترز مهم أنه نساعد هالشخص اللي عنده ألزهايمر أنه هالمساج اللي بده يروح على الدماغ يكون واصل بطريقة سليمة. ومن أهم العناصر الغذائية هي الدهون.
وخاصة الدهون الأوميغا 3 اللي موجودة بالسمك، اللي موجودة بالمكسرات، الموجودة بزيت الكانولا، موجودة بالفلاكسيد أو ببزر الكتان. هيدا النوع من هالأوميغا 3 دراسات فرجت أنه الأشخاص اللي بيتناولوا 3 مرات سمك أو حصص من هالأوميغا 3، أكيد في في كمية معينة من هالدهون هاي لازم نتناولها كرمال تنقدر نكون عم ناخد احتياجاتنا بهالدهون هيدي، لقوا أنه الأشخاص اللي بيتناولوا هالدهون بشكل منتظم وعلى فترة طويلة معرضين أكثر أقل باردون من غيرهم أنه يدهور عندهم أو تدهور مشكلة الألزهايمر، وحتى كمان غير مشاكل مثل الديمنشيا أو الخرف إذا فينا نقول. شو الفرق بين الألزهايمر والديمنشيا؟ يعني كثير عم نسمع مش ذات الشيء تقريبا. هني منو ذات الشيء، هي الألزهايمر نوع من الخرف. أكيد في عدة أنواع خرف. الخرف منو هي بشعة كلمة الخرف، ولكن هيدي ترجمتها صح. الديمنشيا في عدة أنواع، منها الألزهايمر واحدة من هالأنواع هي الألزهايمر. هلا أكيد تفاصيل عن هالمرض هيدا. ديمنشيا أخف من الألزهايمر. الديمنشيا هي عائلة مشاكل يمكن بينسوا أو حتى يمكن في إشياء بالحياة اليومية ما بيعملوها بطريقة سليمة بينسوا أو يمكن بيعملوها غلط. والألزهايمر هي نوع من هالديمنشيا، من هالعائلة. نعم. الديمنشيا. هلا كم مرة بالأسبوع سألتيني؟ أكيد ناكل سمك وأوميغا. هو إذا بدنا نحكي عن السمك لازم ناخد 3 مرات بالأسبوع. نعم. حصة سمك. من السمك اللي بتحتوي على الأوميغا 3. إيه يعني بركي اليوم الأشخاص اللي عم يحضرونا بقرروا يأكلوا سمك. هيدا مقلية. مقلية مشوية مع شوية زيت. أوكي. أوكي. أكيد الجوز بيحتوي على نسبة مهمة من الأوميغا 3. ما ننسى إنه بيحتوي على كمان دهون. سو مهم كتير هون توازن الكميات اللي عم ناخدها. 4 حبات جوز. هي الكمية بالأحرى هي 2 حبات جوز بتعطي ملعقة زيت. وقت اللي نحن بدنا ناكل صح نصين؟ لا 2 حبات يعني جوزتين. 4 يعني أنا يعني بس 4 لأنه دايما ننسى بتقصيون بالنص. أيه. أوكي. أيه. يمكن هيك أحد بيفكر حاله عم يأكل كمية أكثر. أكيد مهم أنه نتناولها. هلا السمك بضل فيه نسبة أفضل من الجوز بالأوميغا 3. نحن وقت اللي عم نحكي أنه 3 مرات بالأسبوع عم بقول أنا أنه 3 مرات سمك بالأسبوع حصة حصة حصة. أكيد وقت اللي نزيد زيت بيحتوي على الأوميغا 3، وقت اللي بناخد مكسرات بصير فينا نخفف كمية السمك اللي عم ناكلها. بنتقل كمان هلا ستيفاني للمطيبات والبهارات والهيربز اللي اندرسوا وشاف الدراسات هلا عم تشتغل اكثر شيء على بعض انواع من البهارات والمتبلات اللي لقوا انه ممكن انه تبطئ من الحدوث او من تطور مشكله الألزهايمر. هلا برجع بقول هون بعدها هالدراسات بعد ما فينا نجزم نقول يعني أنا إذا أكلت هالنوع من البهارات أو هالهيرب خلاص رح أتحسن. الكمية بعد مش أكيدين من قدي الكمية اللي لازم بس نستهلكها. بس الهيربز ولا بنصحه ولا بيضره يعني. Exactly. بالضبط. سو فينا نأخذ منهم. مزبوط. من أهم هالمطيبات أو هالأعشاب اللي اندرست ولقوا أنه في نتيجة إيجابية مع مشاكل الألزهايمر هي العقد الصفراء. الكركما. ونحن شفنا الكركما قدي مهمة بمكافحة سرطان الثدي. في لكن العقد الصفراء يعني دايما هلا إذا عم نعمل سيادية خلينا نحط شوية يمكن عقد صفراء مع الرز. عم ناخد سمك وعم ناخد كركما أو عقد صفراء بنكون عم نحسن من نوعية. بنحط بالصفوف كمان. أكيد بالصفوف بس نخفف سكر لأنه بدي أحكي هلا عن علاقة. أوكي. السكر بالألزهايمر. وأكيد إذا فينا نشوف في السفران أو السفران عادة هيدا كمان بيلون المأكولات بيعطي نكهة خفيفة. هلأ صحيح يمكن أغلى من غيره. أغلى. وهنا بدنا ننتبه أنه يكون عن جد سفران مش غير نوع من مش تيرميريك مضبوط مطحون يعني. دونك كمان السفران الدراسات فرجت أنه ممكن أنه يحسن من تطور الألزهايمر. القرفة
عن جديد. القرفة مهمة جدا، وفي نوع من العشبة اللي هي من عائلة النعنع الميليسا أوفيسيناليس، كمان دراسات فرجت انه ممكن انه تساعد، وكمان السوج او السيج كمان هي نوع من الأعشاب اللي ممكن انه نستعملها بطبخنا، والدراسات فرجت انه ممكن انه تبطئ من تطور مشاكل الألزهايمر. كنا عم نحكي عن السكر قبل، وكنت عم بقول انه في علاقة بين استهلاك عالي للسكر والإصابة بمرض الألزهايمر، لانه ما ننسى انه وقت اللي معدل السكري يعلى كتير، حتى اذا نحن ما عندنا مشكلة سكري، ممكن هيدا يأثر على كيف هالدماغ عم بيشتغل او كيف هالمساجات عم توصل للدماغ. سو مشان هيك هيدا اذا بدك يمكن سبب اضافي تنخفف من استهلاك السكر بأكلنا. دونك تخفيف السكر بخفف من تطور الألزهايمر أو ببطئ من تطور الألزهايمر. سو هيدي يمكن نقطة إضافية كرمال تنخفف استهلاك السكر. شغلي كمان ملفتة هي عم نحكي كنا عن الدهون وأهمية الدهون خاصة الغير مشبعة، وكمان في فيتامينات معينة الشخص هاللي بده يتجنب الألزهايمر مهم انه يكون عنده معدلة بالجسم مهمة، اللي هي الفيتامينات مثل الفولات مثل الفيتامين A والفيتامين E. وهون شغلة مهمة تنمتصن احسن لازم ناخدهم مع زيت، سو ما نخاف من الزيت، نستهلكهم مع هال مثلا مع الهندبي مع الركا، لانه منصير عم نمتص هالفيتامينات بطريقة سليمة، وبالنهاية تغذية متوازنة بتضل ضرورية لو شو ما كان كرمال جسمنا ما يعوزه شيء، وقدر المستطاع نتوقع المشاكل. شكرا نتالية على المعلومات. نرجع نشوفك بكرة على راد، مشاهدينا وقفة وبعدين نكون مع أي ويتنس.